ومن الصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في المنطقة الغربية بمدينة ليوة، حيث اجتمع المئات من محبي التحدي وأقوى أنواع السيارات الرباعية الدفع والدراجات الرباعية والدراجات النارية لتتنافس في مهرجان ليوة الدولي، والذي يحتوي على مجموعة متنوعة من السباقات والعروض وغيرها من الأنشطة، حيث سابق وصعد السائقون بسياراتهم على كثبان تل مرعب الرملي الذي يعتبر أعلى الكثبان الرملية في العالم، حيث يزيد ارتفاع على 300 متر بدرجة ميلان 50 درجة نحو الأعلى، ما يجعله المقصد الأول لمحبي رياضة السيارات والمخاطرة.